ما تمشي وكأنه ما صار شيء. المفروض نحكي. سوق. ناريمان؟ شو صاير لك؟ احكي. من شوي فات ابوكي ومولع مثل البارود. الحفله صار فيها شيء مو منيح؟ اي حفله؟ اها، بما انه ما عندك علم شو صاير الله يستر. ليلى، اي حفله؟ خلصيني قولي. عاصي كان مجهز اليوم حفله مخصوص بما انه هو عيد ميلادك، بس غالبا فايز بيك هو يلي تفاجأ اليوم. إلك عاصي اليوم مخصوص مشانك مساوي حفلة، وطول الوقت الكل عم يشتغلوا وياه، وانتي ما رحتي بنوب، مو حلوة منك. وين كنتي انتي؟ مع ماجد مو هيك؟ والله انتي صايرة بتخوفي. أبوكي لقطك يعني؟ ناريمان بنتي، وين كنتي؟ مع ماجد مشوار. ليش عملتي هيك ناريمان؟ أجلي هالموضوع هلأ يا روحي، وبلكي أبوك يدري بالقصة. هالمرة مستحيل يسامحك لو شو ما صار. شكله دري مشي الحال. آخ أمي، خلص بقى. تفضل قول اللي بدك تقوله. ناريمان طول الوقت تعبانة بسببك، بتعرف؟ لا ناريمان وحتى عائلتها ما بيجوز التعبن. عاصي، أنا مشغول كتير ومو فاضي لهالكلام. ما عم تفهم بنوب، وأنا بشوف ما رح تزبط معك. أنت شخص ما عندك ذرة كرامة أو رجولة. ناريمان درت وركدت وراها وتركتها معلقة. مو قلت إنك مجنون؟ وانه انت عشقانه؟ شفناك ما فيك تحب شي غير المصاري ارجي اغلو. اخر موضوع داخل اعتباراتك هو العشق، بس همك المصاري. ناريمان ما في الا اي مستقبل معك، وهي ما لها مثلك. ناريمان مستقبلها معك، هيك بفهم؟ نعم، ناريمان مستقبلها معي، وبتطلع من حياتنا. انت، انا رح بعدها عن حياتك وعن جوكن الوسخ اللي ما في احترام للقيم. انا رح اتجوز ناريمان. ان شاء الله تقتنع. ناريمان صارت بعيدة. تركنا، حياتنا ما عاد تدخلها.